إخوتي أخواتي، يحدث فقط مع منظومة الشعبوية والعجز والفشل أنك من مترشح الانتخابات مدعم بسيادة القانون وتعاطف شعبي كبير وبرنامج إنقاذ وإصلاح ليفيد البلاد تولي متهم بالإرهاب والتآمر والإجرام. غاية معروفة مفضوحة، وهي إخافة النواب اللي عبروا عن رفضهم بقانون تجوير الانتخابات وضمان مروره في الجلسة العامة. وهذا بكله يحدث في وسط ما يسمى بحملة انتخابية، حبينا حملة مشاريع وبرامج يا أخي حولها الرئيس الملتهي ولايته إلى حملة اعتقالات وإحالات واتهامات. مش أنا اللي عملت انقلاب وبدلت هيئة الدولة، مش أنا اللي بدلت الدستور وحدي دون تشاور ودون إجماع وطني، مش أنا اللي ماتوا في عهدي 20,000 تونسي، مش أنا اللي قتلت الحياة العامة وأقصيت كل العائلات السياسية، مش أنا اللي تسببت في حالة اليأس والإحباط وانسداد الأفق اللي خلات شباب البلاد وخيرة أبنائها يهربوا منها، مش أنا اللي بعت العامرة وجبنيانة وحررت لمبادوزة، مش أنا اللي جوعت التوانسة وفقرتهم وغرقتهم في الديون، مش أنا اللي قسمت التوانسة وبثيت فيهم خطاب الكراهية والنقمة وحرفتهم على بعضهم، مش أنا اللي قمت باغتيال الديمقراطية ودلست الانتخابات، مش أنا اللي جهلت قرارات المحكمة الإدارية وانخطت باش نلغي دورها، مش أنا اللي مشرف على الفضيحة اللي قاعدة تصير في البلاد. إخوتي أخواتي أبناء وطننا الحبيب، أنا خدمت بلادي كرجل دولة ومستعد باش نخدمها طوال حياتي وفي أي موقع. التهمة الوحيدة اللي ممكن تتوجه لي اليوم ونعترف بها ومانيش باش نتملص منها هي حرصي على إرجاع الأمل للتوانسة وإقناعهم بأن تونس تستحق أفضل من شعبوية مجنونة وعبثية، وتمنيتهم في نفس الوقت أنه ثم بديل لمنظومة العجز والفشل متمثل في برنامج لإنقاذ تونس والإصلاح اللي أكيد بحول الله وبتضافر جهود الوطنيين والخيرين يرد تونس خير في عميد. الإرهابي الحقيقي هو اللي يرهب في الأصوات الحرة والمعارضة ونفق ضدهم في القضايا ويحط فيهم في الحبس، والمجرم الوحيد هو المتسبب في تقويض أركان الدولة وفي الانهيار الشامل بالنسبة للبلاد، وما زال يحب يواصل. المتآمر الوحيد هو اللي باع البلاد بسوم رخيص للخارج في أسوأ وأغبى صفقة في التاريخ، يعطي خيرة أولادنا ويأخذ في المقابل كل ما هو غير مرغوب فيه. ما تهمنيش التهم كيف تجيني من الراحلين والمنتهين، يهمني أنه شعبي يعتبرني والحمد لله مع برشا وطنيين صادقين أمل حقيقي في الإنقاذ والتغيير والإصلاح، والأمل أقوى من الخوف والرغبة في التغيير أقوى من الرغبة في التمديد، والشعب باقي والشعبوية راحلة. قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربي يحفظك.